أزل أهلاً ومرحباً بكم في السلسلة الجديدة عن علم اللسانيات العام Linguistics، يسمى كذلك بعلم اللغة العام، والبعض يحلو له تسميته فقه اللغة إلى آخره. هناك نقاشات كثيرة عن ما هو مقابل Linguistics في العربية، وهذا لن يكون موضوع نقاشنا هنا، ولكن سوف نناقش اللينغويستيك نفسها، وسوف نستعمل كل المصطلحات مجتمعة. وعلى فكرة في الأمازيغية تسمى اللينغويستيكس تينيلس تسنيلست، وبل سمعت أيضا أسنياوال، وكلها تستخدم في يعني معاني مختلفة. هنا لن أدرس اللسانيات الأمازيغية كما ربما يتوقع أكثركم، ولكن ربما نأتي عليها مستقبلا، ولكننا سوف نتحدث عنها ضمن لغات عديدة سوف نتطرق إليها هنا جميعا. ليس من المستغرب أن لا يعرف الناس ما هي وظيفة اللساني أو ما هو علم اللغة العام، وغالبا عندما يقول الشخص أنه لساني أو لسني فإن أغلب الناس يسألونه كم من لغة تتحدث. نعم، تعلم أكثر من لغة قد يجعل منك إنسان يتحدث عدة لغات بوليغلوت، ولكن لا يجعل منك لسني. وسوف بالطبع يسهل عليك المأمورية في علم اللسانيات، ولكنه ليس بشرط أساسي أن تتعلم عدة لغات لكي تكون لسني. وهذا ليس من مهام علم اللسانيات أيضا، فالناس يعتقدون أن علم اللسانيات يدرس كل اللغات كلها، وهذا غير صحيح. عالم اللسانيات من الممكن جدا أن يعالج قضية لسانية دون أن يعلم اللغة التي ينقل منها تمام المعرفة، وهو يعني يقوم بمجرد النقل عن ملاحظات لغويين آخرين يتقنون هذه اللغة أو تلك، وعن دراية طبعا وبأدوات، وهذا مهم، دراية وبأدوات، وهي تكفي لغرض المقارنة. ولهذا سوف تجدون هنا أننا نتحدث في هذه السلسلة عن أمثلة من اللغات التي أتحدث بعضها وبعضها لا أتحدث، ومن أمثل ذلك الزولو، الصينية، البلغارية، الماليزية، اليابانية، العربية، التركية وغيرها، فقط لغرض المقارنة طبعا. مقدما سوف أعتذر لأصحاب هذه اللغات لأنني سوف من المؤكد أنطق بعض هذه الكلمات ليس بالطريقة المثلى، ولكن سوف أحاول الاقتراب من شكلها الصحيح لغرض المقارنة، وليس هدفنا هو تعريف بهذه اللغات أو تحدثها أو تعليمها، وإنما المقارنة معها. وجب القول أن اللغة ليست مجرد مجموعة من الكلمات فقط، وطبعا إن كان هذا هو الحال لأخذ أي إنسان معجم وحفظه من الغلاف إلى الغلاف وتعلمها، ولكن طبعا هذا سبب مستحيل، ما تأخذش القاموس وتقعد تحفظ فيه وتظن أنك أنت تتكلم له. اللغة تجمع في طياتها أشياء كثيرة، وهذه الأشياء بعضها معروف عندكم يعني، وهي موضوع هذه الحلقات. الأشياء هذه هي مجتمعة، هي موضوع هذه الحلقات، وطبعا مع المقارنة لتقريب الأفكار. لتخيلنا أن مثلا شخص ما أخذ المعجم الألباني وتعلم كل كلمة ألمانية، هل سوف نقول أن هذا الشخص يتحدث الألمانية؟ بالطبع طبعا لا، ولن يستطيع أن يتعلم اللغة بدون أن يجمع معها مواضيع أخرى مثل النحو، بناء الجملة، يضيف إليها طبعا التعابير الأدبية وغيرها، بل يحلو للبعض القول أن حتى تعلم الثقافة هو جزء من تعلم وإتقان اللغة. وهذه المواضيع كما أسلفنا هي موضوع علم اللسانيات، هذه المواضيع كلها مجتمعة. معذرة، حبيت ننبه أني أستعمل علم اللغة العام، علم اللسانيات، فقه اللغة، يعني مع بعضها ديما كلها نستعمل فيها مع بعضها لتعني نفس الشيء، إلا إذا طبعا نبهت لذلك، وسوف أكون أكثر تركيزا واحتياطا طبعا في استخدام المصطلحات حسب ما تدعيه الموضوع. في بعض مواضيع حساسة لازم أتقارن بين المصطلحات. طيب، عودة على اللسانيات. استمعوا معي إلى هذه الجملة باللغة الأمازيغية: إفغي تاويد قومكلي، إفغي تاويد قومكلي الناس، خرج ليحضر أكله وإلى غيره. ما هو الفعل هنا؟ هل هو إفغ أو التاويد؟ بل أين هو الفعل والفاعل المفعول به في هذه الجملة؟ هل يمكننا أن نتحصل على فعلين متتابعين في نفس الجملة؟ ولماذا؟ طبعا
هني موضوع النشطة الأمازيغية وإن كان أول مثل ذكرتها أمازيغ. هل هذه الحالة مكررة في لغات أخرى؟ تتابع أفعال؟ وعلاش يقوم بها الإنسان؟ طيب ما هو موقع الحرف جاء في الجملة؟ اللي هو يقارن بفي في اللغة العربية، فعل فاعل مفعول، وفيه في حرف الجر اللي هو إن في الإنجليزية. ما علاقة جاء في اللهجات العامية المغاربية بأكل الخبز؟ يقول مثلا يأكل في الخبز في اللهجة العامية الليبية، وإنما في العربية الفصحى نقول يأكل الخبز. علاش يأكل في الخبز؟ للظرفية هذه. من أين أتت؟ لماذا أصلا وجودها؟ الخبز في الجملة نفسها لماذا مؤنثة بينما في العربية الفصحى مذكرة؟ بل أذهب أبعد من هذا، لماذا يعطى الجنس للجماد؟ يعني لماذا يكون الخبز مذكر أو مؤنث أصلا؟ هل يمكن أن تكون اللغة بدون جنس؟ والتفريق بين الذكر والأنثى؟ هذه هي المواضيع اللي بنناقشوها، هذه الأشياء اللي نبيكم تنتبهوا لها وتفتحوا بها النقاش في المستقبل وتفكروا من خلالها في علم اللغة. مثال آخر، تركيب الجمل. ولاحظوا فكروا معايا، وطبعا حنقول هذه لاحظوا فكروا معايا ديما لقدام. مثلا بالإنجليزية يقولوا مثلا I like تين هنان، في الأمازيغية يقول ريغ تين هنان، في التركية مثلا تين هنان استيرون، في اليابانية مثلا تين هنان جا سوكي. لو جاء أي مترجم بين هذه اللغات الأربعة، الأمازيغية والإنجليزية والتركية واليابانية، سوف يترجمها بالضبط كما ذكرتها قبل قليل. ولكن توقفوا معي لحظات مع هذه الجمل الأربعة اللي هي البنية متاع هذه الجمل. نجد مثلا في اللغة الإنجليزية I like تين هنان. طيب تين هنا I من غير أنا، لا يكون هناك فعل like اللي هي تين هنان، تسلسل يبدو منطقيا صح؟ طيب تين هنان أو ريغ تين هنان، ريغ ري إيرا إلى آخره، ري بفعل الأمر الأمازيغي بعدها غا اللي هو الضمير يرجع علي أنا، تين هنان هي المقصودة بالمحبة. بينما مثلا في اللغة التركية تين هنان هي الأولى، هي الأساس في الموضوع، و تين هنان استيورم، استيور اللي هو الحب أو المحبة، أنا يعني تين هنان يحب أنا. بينما في اللغة اليابانية وهي تختلف كليا عن كل هذا، تين هنان محبة أو تين هنان محبوبة، يفهم من السياق أن الضمير يعود على الشخص الذي يقول هذا الكلام، يفهم من خلال السياق. إذن وإن كانت الجمل متقاربة إلا أنها في واقع الأمر يعني ترجمت على أنها جمل واحدة إلا أنها مختلفة اختلاف كل، وهذا حنجوه في موضوعه الخاص به. فقط نبين أن ما يسمى المقارنة والمقاربة بين اللغات تختلف في منظومتها اختلاف كلي، وهذا يؤثر حتى على نفسية الأشخاص. على أي حال سوف نقوم بتحليل كل ذلك ومقارنته بلغات عديدة، منها اللهجات المغربية، العلاقة بين الكلمة المكتوبة والكلمة المنطوقة مثلا، العلاقة بين الكتابة والحديث. والكتاب والحديث على فكرة مختلفين اختلاف كلي، الترتيب في الكتابة، المكتوب ليس هو نفسه أو ليس هو نفس النسق والترتيب في الحديث المنطوق مثلا، وهذا لأن هناك فصحى، ليس لأن هناك مثلا فصحى وعامية أبدا، ولكن لأن طبيعتين اللغتين، لاحظوا قلت اللغتين، اللغة المكتوبة واللغة المحكية، ووظيفتها مختلفة جدا. فلو شخص يتحدث بنفس طريقة الكتابة ثق وتأكد أن الأغلب الناس حيضحكوا عليه ويقولوا شنها الطريقة التي تتكلم بها. إذن لن يستحيل الحديث بالطريقة اللي يكتب بها الإنسان، ويستطيع ومن العبث الكتابة بالطريقة اللي يتحدث بها الإنسان إلا في حالة الروايات لما تنقل حديث مثلا جرى بين شيء شخصين. ولو كتبت رواية فيها الطريقة المحكية هذه كاملة فلن يقرأها أحد. إذن هناك فرق بين هذه اللغتين، وهذا اللي بنبه عليه من توه باش بعدين نجوه. وهذا طبعا زي حديثنا العفوي الآن، يعني يختلف اختلاف كلي. سوف يكون هذا موضوع أحد الحلقات القادمة. عندنا إشكالات كثيرة نبغى نتكلم عليها، ولا خلينا نجيبها لكم على شكل أسئلة لأن تخليك تفكر. فكر معي شوية، يعني توقف وحاول أن تفكر بتجرد.
مثال لغتك اليومية، يعني هل توجد في الحديث اللي تتحدث به بأي لغة كلمات أنت لست بحاجة إليها في الجمل، وأنها ليست شرط أساسي في أن تكون اللغة متكاملة؟ هذا يبدو لك جليا لما تتحدث أكثر من لغة ولما تقارن بلغات أخرى. فمثلا الضمائر، أنت هل أو أنا مثلا بلاش، هل تحتاج إلى أنا للمذكر وأنا للمؤنث؟ أنت متكلم، أنت تتحدث، فلا تحتاج أن تبين جنسك من خلال قولك أني أنا. ولكن توجد لغات فيها أنا للمذكر وأنا للمؤنث. مثلا في العربية ونقارنها بالإنجليزية وغيرها، يقولوا أنت للمخاطب في الإنجليزية you، you مذكر مؤنث مفرد جمع كلها واحدة، بينما في العربية يوجد أنت وأنت وأنتما وأنتن وأنتم وإلى آخره، كلها لتعبر على you. هل الإنجليزية ناقصة في هذه الحالة؟ نفس الشيء في الأمازيغية، توجد أربعة، في الفرنسية توجد أربعة كلمات فقط لي أنت. إذن أهني وجود أشياء في لغتك أو في اللغة الأخرى ناقصة أو العكس، لا يزيد أو ينقص من قيمة اللغة في شيء، وإنما هذه الطريقة اللي اختارت بها هذه اللغة التعبير الآخري. فكر معي كذلك في المذكر والمؤنث. الشمس بالأمازيغية مؤنث بينما القمر مذكر، الغول في العربية مذكر بينما في الأمازيغية مؤنث. مثال آخر مثلا في الحروف ووظيفتها الرابطة، مثلا في الفرنسية معقدة، فواجي أو آ إلى آخره، أكادير أو ماروك، معقدة العملية جدا، هل فعلا تحتاج إلى شيء؟ تو في الإنجليزية انتهى الموضوع، إلى في العربية وانتهى الموضوع. قضية المفرد والجمع مثلا، المثنى مثلا في العربية، شن قصتها هذه؟ أنتما وكلاكما وإلى آخره، تخلت منها على فكرة جميع التنوعات العربية اليوم. التعريف والتذكير مثلا بالإنجليزية that car، a man السيارة، الرجل السيارة في العربية. سوف تستغرب لو عرفت أن الغالبية العظمى من لغات العالم لا يوجد فيها أدوات التعريف والتنكير، بل حتى هناك لغات لا يوجد فيها جمع ومفرد، بل حتى لغات بدون زمن. وهذه اللغات على فكرة بعضها مشهور جدا ومتداولة ويتحدث بها الملايين. على أي حال، سوف تستغرب عند تتبع دورتنا هذه أن كل ما تظن أنه طبيعي ويجب أن يكون جزء من أي لغة هو ما تألفه أنت في لغتك، ليس إلا وإلا اللغات تختلف بتعددها. وهذه الدعوة للتفكير هي ما نصب إليه في هذه السلسلة. فدعك في تواصل معنا. مش عارف علاش اخترنا لي أدوات التملك، عندي، غريب، I have، you know، للتملك المستمر. هذه مختصة مثلا في دول الحيض الأبيض المتوسط. يعني هذه لا تجدها في لغات كثيرة جدا، ولغات بعضها مشهورة على فكرة، ولكن تحتويها الإنجليزية، الفرنسية، العربية، الأمازيغية. إذن وحتى المنطقة متاعها هذه حنجو، المنطقة متاع الامتلاك هذه، منطق الحروف الجر، منطق الأزمنة، هذا كله حنجو عليه في دروسنا هذه عن لينغوستيك. وعلى فكرة موضوع شيق جدا للهواة، ومش لازم يعني تعقد الأمور، والأمر راهو مجرد حتى كان كهاوي، ومش لازم تكون لغوي ولا لازم تكون بحث في اللغويات. الأمر ممتع جدا 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 المقارنة بين اللغات. هذا كله حيقودنا لموضوع آخر، وهو موضوع الكتابة واللغات المكتوبة. هل الحرف المنطوق هو نفسه الحرف المكتوب، ولا الحرف المكتوب عندها عدة طرق في نطقه، وهذا تدخل فيه حتى الأمازيغية، وحنضرب أمثلة هلبة من هذا. طبعا في اللغات القديمة اللي مكتوبة من زمان، النطق يحيي أو الكتابة تحيل على النطق القديم أحيانا والجديد، زي الفرنسية والإنجليزية والآخرين. يعني وحنتكلم على اليونيكود، وحنتكلم على القضايا هذه كلها. موضوعنا في دراسة الحروف بعد هذا الدرس حتعالج هذه القضايا. حاول أن تفكر معي زي ما قلت،
وهذا الكلام بنقوله هلبا، حاولوا تفكروا معي، فكر بس بتجرد، بعيد عن القدسية، بعيد عن تبجيل لغتك ولغة أجدادك، لأنها شيء ورثته، لا أنت معنك فيه فضل. ودراستنا في اللسانيات ندرس في القوانين العامة للغة. حاول أنك تفكر مثلا في التصنيفات، زي مثلا تصنيف الحشرات مثلا، من صفاتها أنها صغيرة لا تملك دم مثلا، بها ثلاث قطع في الغالب، الرأس، المعدة، الخاصرة، غالبا عندها أنتنة، غالبا لديها حاسات خارقة زي الشمط. يعني هذه تصنيف عام، مش لكل حشرة بحد ذاتها. أنا أعطيت هذا المثال باش نقول لك أن احنا في علم اللسانيات نتكلم على الخصوصيات أو الخواص العامة، وطبعا لا نقوم بالحكم عليها، هذه تنفع هذه اللغة لا تنفع، هذه اللغة أفضل من هذه، هذه فيها خصائص، أبدا. هذا يعني عفى عليه الزمن التقديس والقدسية للغات إلى آخره، هذا من كلام الناس اللي ما عندهاش أي علاقة بعلم اللغات أو باللسانيات. على أي حال، اللغوي أو اللساني يدرس اللغة ويحاول فهم ماهيتها، يسبر أغوارها، وليس من عمله تدريسها أو تصحيحها أو تركيبها. ما نحن بصدده هو دراسة اللغة وفهم الديناميكية متاعها، طرق عملها، كيف تعمل اللغة من الأساس حتى النضج. وفي هذه السلسلة حنتكلم على فروع كثيرة من علم اللغة. طبعا زي هني قلنا العلم اللغة العام، ولكن نبدأ بالصوتيات مثلا، وكيف تخلق الكلمات، كيف تسقط حروف وترتفع حروف وتأتي جديدة، كيف تتغير الديناميكية لتحصل في الحروف، كيفية التواصل، أنواع علم اللغة مثلا، علم المعاني وكيف تقوم اللغة بذلك، سيمانتكس. كذلك حنتكلم على علم اللغة التاريخي، علم اللغة الاجتماعي، وهذا اللي قريته هني. كذلك علم اللغة المقارن، كذلك التحصيل اللغوي عند الأطفال، وهذا مهم جدا، تاريخ اللغات البشر نشأتها، وهذا طبعا مشوق للكثير من الناس، يعني فلسفة اللغة، علم اللغة التاريخي، سيكولوجية اللغة، روادي، كلها فروع من فروع علم اللغة. ومن ذلك كذلك تاريخ الكتابة واللغات الحديثة حتى هي بنطرق لها، إيبوني وباتوا وغيرها. على أي حال، إلى الحلقة القادمة اللي هي بنتكلم فيها زي ما قلنا عن الحروف وكل ما يتعلق بالحرف وعلاقتها باللغة وتركيب اللغة. تنميرت من وإلى حلقة أخرى إن شاء الله. تنميرت.